السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعي قناة فن تربية الطيور. مرحبا بكم أخوة الكرام، حلقة جديدة ودرس جديد، واليوم موضوع حلقتنا تغطية سوق الطيور في مدينة بورصة. طبعا أخوة الكرام، مثل ما أنكم شايفين ومثل ما أنكم ملاحظين، كمية هائلة من السكان والمربين اللي جايين لهون لحتى أما يبيع أو يشتري طيور. طبعا خلال هذا الفيديو راح قوم بتصوير جميع أنواع الطيور، راح أحكي لكم عن الطيور بشكل عام. بإذن الله راح نشوف أنواع متنوعة من الطيور داخل هذا السوق، بنشوف الأسعار، بنشوف طريقة البيع والشراء، بجوز نبهكم عن شوية ملاحظات من خلال البيع والشراء، شلون بتشتري وشلون بتبيع طيورك، وراح خليك تعرف كيف تنتقي الطير الجيد من الطير الغير سليم. أساليب وخدع وطرق بالبيع الغير شرعي راح كمان عقب عليها وراح فرجكم إياها، وإن شاء الله ما بلاقي ولا واحد بيعرفني بالسوق مشان ما نطول كثير بالفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أول ما بلشنا بالسوق، بآخر السوق الأصرت سوق الحمام. طبعا أكثر شيء مشهور هون في تركيا بسوق الحمام أو التعامل بسوق الحمام هو التعامل بطائر التقلجة، يعني أو القلاب بالعربي. يعني طبعا مثل ما أنتم شايفين بيربطوه بخيط، بيربطوه بخيط وبيزتوه لحتى يفرجوه. خلينا نفوت لجوا على السوق نفرج مع بعض. طبعا على عدد التقلات اللي بتقل الطائر بنباع الطائر، مثل ما ذكرنا اكثر شيء بيهتموا فيه بتركيا هو انواع الحمام التقلجه. في انواع عديده من انواع الطيور راح نشوفها مع بعض باذن الله تعالى. طبعا مثل ما انتم شايفين هون الوان كثير حلوه، اتوقع هذا كمان من انواع التقلجه او من انواع القلاب. طبعا هون سوق الحمام سوق واسع كثير وفي انواع كثير عديده من الطيور، راح نحاول قدر الامكان طالع لكم الانواع من الطيور بدون ما احكي انا، راح نشوفهم ونرجع نكفي معكم سوق الطيور الموجود فيه العصافير، اللي كان الطيور الباجي او طيور الكناري او طيور الحسون، راح فرجيكم اياها، راح احكي لكم على الاسعار بشكل مفصل، وراح بجوز نفوت على سوق الدجاج كذلك الامر، فرجيكم انواع من الدجاج العديده الموجوده داخل تركيا. ايضا ليك مثل ما انتم شايفين هلا كيف بيطيروا، بيربطوه بالخيط وبيطيروا الطائر لحتى يعد التقلات القلبات اللي بقلبها الطائر. بالنسبة لأسعار الطيور الموجودة هون، طيور الحمام بشكل عام تتراوح بين 150 لل 200 لل 300 حسب الجنس وحسب النوع. طبعا ما شاء الله زحمة كثير فعم تلطش بالعالم هيك وهيك. سبق لي جربت تربية الحمام سابقا، ولكن كان تربية الحمام عندي فيها كثير مشاكل ومعقد شوي. طيور تربية طيور الزينة بشكل عام، طيور القفص أفضل من تربية هاي الطيور. الأسباب إنه الطيور الحمام بشكل عام تحب الطيران، تحب البرية، وبدها اهتمام كتير وفيها مشاكل كتير، فلذلك الأمر أنا تخليت على الموضوع هذا، ولكن ما بتعرف شو بصير معي بالأيام القادمة. راح فرجيكم طائر هلق عم يطيروه بإذن الله تعالى، شيء حلو كتير. أنا أروح هناك. السلام عليكم. طبعا بعد ما خلصنا من سوق الحمام بلشنا بسوق الطيور. اول شيء ما صادفني موضوع سوق الطيور هو وجود الحسون. طبعا الحسون هذا عباره عن صيد موجود، الحسون الاوكراني او الحسون التركي وموجود الحسون الاوروبي. طبعا التفريق بيناتهم، هذا الحسون العادي حسون التركي، وهذا الحسون حسون الاوروبي. طبعا في فرق كبير بينه وبينه بالحجم، بالشكل وبالحجم، ما شاء الله تبارك الرحمن طيور كثير حلوه. طبعا بالنسبة للأسعار الموجودة بالنسبة لطيور الحسون العادية أسعارها بتتراوح بين 15 و20 ليرة تركي، وهي أسعاره بين 80 و100 ليرة تركي، ما يقارب هيك الأسعار، وأنا خايف ما تجي البلدية تضفيني أنا. طبعا كليات وصيد جديد، ما بيفرق شيء عن هذا عن هذا إلا أنه اثنيناتهم صيد جديد. طبعا لتمييز الطائر الحسون إذا كان صيد جديد ولا تربية قفص من خلال الأظفر ومن خلال المنقار. إذا كان أظفر الطائر أو الحسون بشكل عام، إذا كان الأظفر تبعه باللون الأسود فهذا الطائر بده يكون صيد جديد. هاي ملاحظة، وأيضا ملاحظة مهمة إنه الصيد الجديد لازم تحطه بقفص وتعتم عليه لبين ما ينزل مرحلة غيار الريش، وراح أحكي لكم بالتفصيل بالأيام القادمة بإذن الله تعالى عن موضوع تقليش الطيور داخل القفص. أيضا موضوع ثاني، موضوع الحسون إذا كان بدك تاخذه بشكل مميز، حاول قدر الإمكان تنقي الطير الأوروبي.
مثل ما شفتوا الطيور الأوروبية ما شاء الله تبارك الرحمن حجمها أكبر من الحجم العادي ما شاء الله تبارك الرحمن. راح نكفي معكم سوق الطيور بالكناري. طبعا أخوة الكرام بعد ما انتهينا من حسون وهلأ بساتني ضمن جولة السوق انتبهت لوجود طائر الكاكاتو اللي حقق عندي 1,800,000 مشاهد تزاوج. شعب بيحب التزاوج ما بعرف ليش. هذا هو الكاكاتو أخوة الكرام، السعر تبعه 1,000 دولار ما يقارب 10,000 ليرة تركي. في عندنا هون السنغالة، هذا السنغالة شو سعره؟ 1,500 ليرة تركي ما يقارب تقريبا على الدولار قديش على الدولار؟ يعني شي 150 دولار. طبعا مع وجود ايضا طيور الباجي طيور الحب، وجود طيور الكنار المفتل كنار عادي، ريد فاكتر ملتعن نفضه اكل طلطشات كثير، اليورك عفوا اللونج لونج شاير، و طيور كناري عادية. طبعا طيور كلها تكاشي بسبب البرد، بسبب البرد برد شوي ماكن، ووجود طيور الزيبرا كان البلغالي او العادي. طبعا بالنسبه لاسعار طيور الكناري راح نسال صاحب المحل. معلم بالنسبه للكناري هذا شو سعر الجوز؟ الكناري هذا مفتل، هذا جوز يعتبر هذا هولندس يعني. تمام، الجوز تقريبا 400 ليرة الجوز، قطعة وحدة 200. طبعا 400 ليره تركي ما يقارب 40 دولار الجوز ما يقارب. اللونج القطعة الوحدة مثل هاي القطعة شو سعرها؟ هدول القطعتين ما يقارب 30 دولار القطعة الوحدة، ما يقارب 30 دولار والعادة العادي 120 يعني 10 دولار 12 دولار بين 10 دولار و 12 دولار. هاي بالنسبة لأسعار الكناري اللي فرجتكم هاللوعين هدول. اكيد الحقيقه مثل هلا هو موجود في تركيا وعند السوريين مثل نحن كسوريين وعم تعاون بالطيور، عندنا اللون الابيض للطيور مميز كثير وسعره مميز شوي. يعني اذا كان على سبيل المثال الاصفر الحبه 10 دولار، الابيض بتروح ال 15 دولار، في فرق 5 دولار بين الحبه الصفراء والحبه البيضاء. راح نكفي معكم جوله بالسوق راح نشوف لعل وعسى نلتقى بطيور احلى من هيك. طبعا انتقلنا للقسم الثاني، والقسم الثاني ايضا يحتوي على انواع عديده من طيور الكناري، واهم انواع طيور الكناري الموجود عندنا يعني هون عندنا طائر الجريست، عندنا الاوبال، وعندنا ايضا الساتاني. باذن الله تعالى راح افرجيكم اياهم وراح احكي عنهم واحد واحد. طبعا هذا هو النوع الجريست ما شاء الله تبارك الرحمن. السلام عليكم ابي جريست، نقدر الفلات ليره كيو سيلي تانسي، القطعه 200 ليره تركي ما يقارب ال 20 دولار. بنا رابي تانسي يوزيلي رينجلر هيبسي تانسي يوزيلي. طبعا بقيه الالوان الموجوده هون مثل ما كنتم شايفين اغلبيتها اغات بالاضافه للاوبال. سعر القطعه الوحده 150 ليره تركي ما يعادل ال 15 دولار. طبعا اتمنى بسبب العجقه والزحمه الموجوده هون يكون الصوت واضح وفهمانين عليه شو عم لكم. طبعا هون موجود ايضا عندنا الباجي العادي، موجود عندنا هون البلوستر. بلوستر تانسيني قدر هذا يوزيلي تانسيني كمان كذلك الامر 15 دولار للقطعه الوحده. طبعا بالاضافه لذلك بعد طيور الباجي في عندنا طفرات موجوده هون للطيور الاجنبيه طيور الباجي راح نشوفها مع بعض. طبعا موجود عندنا هون الانجليزي جامبو، الحجم الجامبو الاساسي للطيور ما شاء الله تبارك الرحمن. بتمنى يكون الصوره واضحه، قرب لي شوي عمي. ابي اون ثاني سنه قدر هذا جيمبو جريل الكيك جفت جفت ني قدر جفت ثاني سنه قدر بيشوز. سعر القطع الوحده ما يقارب ال 50 دولار، سعر القطع الوحده ما يقارب ال 50 دولار من الحجم الخشن اللي شفتوه انتم الانجليزي. تمام ابي صوت ما تبقى الموجود هون كله حبه استرالي، والحب الاسترالي سعر الحبه ما يقارب ال 10 دولار. طبعا انا تفاجأت كثير بالسعر الموجود لطائر الجريست كنار الجريست، يعني سعره مقارب كثير وسعره مقارنة بالنوع تبعه مو هالسعر الغالي، يعني سعره رخيص. طبعا هون كذلك الامر كله طيور استرالية عادية.
ها آه كنت اقول لك هذا ريمبو، فكرته ريمبو. ريمبو يقمو جابونيز. هنا طفرة الجابونيز البيضاء، جوز قرمزمة يشتري بيض سياه قرمزمة. طبعا هاي طفرة الجابونيز العيون الحمراء، وفي عنا هون ذكر جامبو عيون حمراء. ذكر جامبو عيون حمراء، أنثى جامبو أنثى. ونرجفني غدا دورتوزيلا بياض، جوز البيض هذا المفتل، جوز المفتل هذا الابيض لعيونه حمر، بقارب 450 ليره تركيا، ما يقارب على الدولار ما 45 دولار ما يقارب. والقطعه البيضه الخشني هون حقها 200 ليره تركيا، ما يقارب ال 20 دولار. طبعا بعطيكم السعر بالدولار عشان يكون واضح للكل. راح فرجيكم كذلك امر طيور اخرى موجوده. لحد الان ما شفنا طيور حلوه كناري غير هالطيور الموجوده هون بالنسبه لطيور الكناري. بدنا نشوف بركي بنلاقي غيره كمان. طبعا خلال هاي الجوله التقيت بمربي مخضرم يعني تركي، مربي ل 600 زوج من طيور البادجي ونازل على السوق كمان عم ببيع طيوره. طبعا اكثر شيء هو بيعتني بموضوع تربيه طيور الرينبو، طفره الرينبو. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا سعر الجوز ما يقارب ال 50 دولار. طريقة إنتاج طيور الرينبو والحديث عن طيور الرينبو يطول، ولكن راح أحاول أعمل معه لقاء مبسط صغير يحكي لي فيه عن طريقة إنتاج الرينبو بشكل مبسط، وراح ترجم لكم اللغة بشكل مباشر، ما راح أخليها كتابية. ما شاء الله تبارك الرحمن. آمين. Şimdi arkadaşlar onu takip ediyor var ya, onu ben beraber şey konuşuyorum. Nasıl şey rainbow çıkıyor? Evet. Yani ne hangisi erkek nasıl bir ring? Dişi nasıl bir ring? Onlar ikisi nasıl yaştıracak? Evet. Yavrular nasıl çıkacak? Evet. Sıkıntı var mı? Yok yok. Tamam abi. Adın ne abi? Alparslan. Ar? Alparslan. Alparslan. Tamam, esma onda şöyle صعب شوي. طبعا اخوة الكرام راح نحكي عن موضوع انتاج الرينبو. Şimdi erkek nasıl bir ring lazım, dişi nasıl bir ring lazım? Şimdi, sonra rainbow mendeki çıkıyor. Evet, erkekle dişi aynı renkte mor olduğu zaman, tamam, birbirine vurduğun zaman genelde hepsi mor çıkıyor. Aralarında çok nadir beyaz yüzlü atıyor. Tamam. Ama genelde hep mor düşüyor. Ama yeşille moru vurduğumuz zaman, tamam, hem yeşil hem mor atıyor ama bu sefer özünden kayma oluyor. Anladım. Yani renkler daha pasteli atıyor. Bazen içinden bu tarzda da çıkmış oluyor. Yeşille moru kırdığımızda azap, tamam, o zaman rainbow'dan uzaklaşmış oluyor biraz. Kategori dışına çıkıyor yani aslında. Anladım. Aslında renge renk vurmak daha doğru oluyor yani. Yani örnek veriyorum. Kuşlar burada. Kuşlar burada. Mesela örnek veriyorum. Bu beyaz. Evet. O beyazı sarı yüzle vurmamız gerekiyor. Sarı yüzle vurduğumuz zaman daha sarı yüz atıyor. Daha... Ama o beyaz sarı yüzden geldiği zaman öyle oluyor gene. Anladım. Mesela bunun annesi babası sarı yüz. Tamam. Tekrar bunu bu sarı yüzle vurduğumuzda, tamam, sarı daha da sarı yüz atıyor. Anladım. Sarıyı sarıyla vurdukça renk karışmaya başlıyor aslında daha çok. Anladım. Tabii akhwat kiram hon الاخ عم يحكي عن موضوع الانتاج تبعه. لان تنتج من هذا الرينبو مثلا عندك انت الطائر الازرق اللي جوا الوجه لونه ابيض. تعطيه للطائر لونه من هذا اللون بلون الاصفر، يلو فيس مع وايت فيس بيعطيك هذا اللوع، ولكن مو شرط انك انت ترجع تزوجهم مع بعض ليعطيني نفس اللون. يعني بده يكون التزوج تبعهم مرتين. كيف يعني مرتين؟ يعني زوجت هذا اللون لهذا اللون، بتاخذ الاخوه بترجع تزوجهم لبعضهم. لما بتزوج الاخوه لبعضهم البطن الاول مع البطن الثاني راح تاخذ الوان احسن من هاي الالوان. يعني عم بيحكي هو بشكل تسلسل وراثي عند الطيور انه تزويج الوايت فيس مع اليلو فيس بحسب الالوان تبعهم راح يعطي الوان افضل من راح يعطيك رينبو افضل من الرينبو العادي. هاي اول نقطه. ثاني نقطه عم يحكي كذلك الامر، اذا بناخذ طائر رينبو لون الوايت فيس عفوا اليلو فيس بنزوجه مع الوايت فيس ايضا بيعطي رينبو بشكل افضل وبشكل اضبط من الرينبو الاساسي. ايضا تزوج لاول مره وتزوج لثاني مره كل ما طول التزوج كل ما اخذت طيور افضل. راح نحاول قدر الامكان اعطيكم كمان دروس ثانيه بموضوع ثاني عن موضوع انتاج الرينبو وكيف ننتج الرينبو بشكل صحيح. السلام عليكم.
بعد ما خلصنا من موضوع الطيور الباقيين اللي شفناهم هناك، حكينا مع الشاب موضوع الرينبو، انتاج الرينبو. حاليا عم نحكي عن موضوع ثاني هو طيور الكناري. طبعا مثل ما انتم شايفين في عندنا هون الفتل الهولندي وفي عندنا الفتل الشمالي او الفتل الجنوبي. طبعا هدول الازواج اخوتي الكرام الاسعار تبعها تتراوح بين الزوج الواحد تقريبا يقارب ال 500 ليره تركي، يعني تقريبا ما يقارب ال 50 دولار، والموجودين هون ما يتراوح اسعارهم بين 30 دولار و 40 دولار. طبعا القسم الثاني اللي بيجي معنا هو الموزايك. الموزايك كذلك الامر تتراوح اسعار اخوتي الكرام داخل السوق بين سعر اللهم صل وسلم محمد 200 ليره تركي اي ما يقارب ال 20 دولار. نفس الاسعار 20 دولار. نجي للريد فاكتور او اللون الاحمر. بالنسبه للون الاحمر شو قلت لي سعره؟ 200 ليره. الجوز حبه 200 ما يقارب ال 20 دولار. الحبه الوحده ما تقارب ال 20 دولار. نفس الشيء للحب الربان او الكروم ايضا كذلك الامر، الحبه ال 150 ل 15 ل 20 دولار. الكولدر سار شو سعر الجوز؟ بندقات سعر الحبه 500. هون سعر الحبه 50 دولار تقريبا. طبعا مو الاساسي، هي عباره عن تهجين بين الكنار البلدي العادي والكنار الكولدر ستار. بالنسبه للحبات العاديه البيضاء هلا بتاج من 300 ل 350. ايوه ونقرع من 200 وانت طالع ل 250. طبعا مثل ما حكيت اسعار الكنار الابيض مميز كثير عن بقيه الطيور الموجوده في السوق. سعر الحبة البيضاء من 150 إذا كان أقرع يعني 15 دولار، والحبة اللي بيكون لها تاج مثل هاي الكنارات، هاي الحبة اللي بيكون لها تاج سعرها من بين 350 أو 300 350، يعني بين 30 دولار و 35 دولار. هاي بالنسبة للأسعار. بناخذ الطيور الموجودة تحت الأسعار تختلف بين أنواع، يعني اليوركشاير إيه 200، مو اليوركشاير، الحبة النورمال العادية البلدي، يعني البلدي 150. والحبة البلدية العادية سعرها ما يقارب اللهم صل وسلم محمد 15 دولار، يعني من 10 ل 15 دولار حسب نظافة الحبة وحسب نوع الحبة. طبعا ما كنتم شايفين الطيور اللي شايفينها انتم هون ما هي مريضة، ولكن بسبب الجو البارد، برجع بكرر الجو البارد عم بخلي الطيور شوي كاشة، فالمربي لما يفوت على السوق بفكرها مريضة. علامات المرض حكيت لكم عنها بدروس سابقه، ولكن هلا عم بفرجيكم انواع جديده وان شاء الله متوفق بنوع معين اني اخذه ان شاء الله. طبعا حاليا انتقلنا لقسم ثاني هو قسم الببغاوات، رح نسألوا على الأسعار وعلى الأسماء بالتركي باللغة التركية وبإذن الله رح يجاوبنا العم. بوب باكستان، ما باكستان هذا الببغاء الباكستاني أو الببغاء الهندي بيقولوا له. فيات لارني قدر هذا باكستان 700 ليرة، هذا السعر تبعه ما يقارب 700 ليرة تركي. بوروزيلا جفت ما تانا سي يديوز جفت ما يديشي أركيك اكيد الشيء هذا أقول عن التنتين أناتي السعر تبعهم تقريبا 700 ليرة تركي أي ما يقارب تقريبا ما يقارب 70 دولار. بو أورطيا ببغان إكس سفر مان جوردوم برنسيس ببغان إيركيك إيركيك 1300 عم بيقول إنه هذا اسم ببغان اللهم صل وسلم محمد البرنس أو البرنسيس، عم بيقول حقه 1300 ليرة تركي ما يقارب 130 دولار. بو ياناندا شارتوجي باركت شربجي بركه شرقجي بركات تمام هذا 400. هذا عم بيقول شرقجي بركات يعني باللغه العربيه المغني الببغاء المغني. الجوز جفتني قدر اكسي دي اركيك منار اكسي اركيك تانسي ثاني 400 درهم السعر الوحده ما يقارب 40 دولار. بنرني هذا الماس اسبينوز الماس اسبينوز نوع من انواع طيور الزيبرا السعر الوحده ما يقارب ال 150 ليره تركي اي 15 دولار. دشي اركيك بلمه بلمه ناصر هو göz çemberlerinden anlıyorsunuz yani ben sana göstereyim erkek dişi farkı erkek dişi tamam dişi
dişi, yanındaki dişi, طيب. erkek. تمام طيب ابي يعني سالته هلا سالته هلا شلون بميز الذكر على الانتاي. المميزات تبع الذكر انه بيكون لون الديل بيكون لونه بالاحمر الغامق وبيكون لون المنقار احمر قاتم ما يقارب يعني طيور الزيبرا العادي. والانثى مثل ما انتم شايفين هاي اللي فوق لون الديل بيكون باللون البرتقالي والمنقار باللون البرتقالي. سعر الوحده 15 دولار. بنظرك شكلري وار بنظر جومبو له جومبو. كذلك الامر في عندنا هون الفلل الباجي الفلل او الجابونيز تانا سنه قدر على بوردا سعر القطعه 100 ليره تركي اي 10 دولار ولكن مو الاورجينال الاساسي. هون الجامبو شو اسمه الزيبرا العادي وفي عندنا هون موجود الطيور البنغالي كذلك امر بوردا تانا سنه قدر هذا 50 ليره تانسه بوردا اللي تانا 25 ليره سعر القطعة هون 25 ليرة تركي ما يقارب اللهم صل على سيدنا محمد 2.5 دولار وهون سعر القطعة ما يقارب 5 دولار يعني الأسعار متقاربة كتير وأسعار الزيبرا شوي نازلة على سعر بقية الطيور. اللي عجبني أكثر شيء كذلك الأمر هاي هون طيور الهولندية هي اللي بتكون نتيجة تزاوج الجامبو مع البلدي بيطلع عنا هيك ألواع هيك أنواع بنقول نحن اللون النوع الهولندي. سعر القطعة ما يقارب ال 150 ليرة تركي أي 15 دولار. في عندنا كمان طيور هون للكناري. أغلب الطيور الكناري الموجودة هون هي عبارة عن بناديق هجيني ومفتل. عم بيقولوا تاني سنة خضر هذا؟ يعني السعر هون عم بيقول بيبدا من السعر 80 ليره تركي 80 دولار للسعر 200 ليره تركي 20 دولار. 80 ليره تركي ما يقارب 80 ليره تركي 80 دولار وال 200 ليره تركي ما يقارب 20 دولار هو سعر صرف الدولار اليوم. طبعا هذا طائر البناني اخذه الاخ هون. طبعا اسعار الطيور اسعار عاديه كثير ما فيها اسعار غاليه بالنسبه لاسعار صرف الدولار و اللهم صل على سيدنا محمد. ايضا في عندنا هون فلل جفتني غدا تفضل. ايش سعر الجوز؟ 300 جابونيز. هون سعر الجوز اقول 300 ليره تركي ما يقارب ال 30 دولار. يعني الأسعار متقاربة بين باع وباع الأسعار متقاربة ما فيها الفرق الكبير ولكن أخوات الكرام مثل ما ذكرنا برجع بكرر لكم الجودة طبع الطيور منيحة منيحة نوعا ما ولكن المشكلة بسبب الجو البارد الطيور كاش شوي. طبعا اليوم خلصنا من السوق اليوم الأحد شفنا كمية الطيور شفنا المبيع والشراء شفنا أسعار الطيور. بإذن الله تعالى أيضا من خلال أو خلال جولتنا تعرفنا على شخص مربي لطيور الرينبو مربي لطيور الباجي راح يكون في إنا لقاء معه آخر راح نحكي فيه عن طفرات طيور الباجي بإذن الله تعالى بالأيام القادمة راح يعرض هذا الدرس. ولهون بكون انتهينا بهاي الحلقة وإن شاء الله تكون نالت إعجابكم. أي سؤال أو أي استفسار اكتبوا لي بالتعليقات تحت وبإذن الله راح جاوبكم عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم أبو النصر.